عمركم شفتوني أتكلم عن شخص كفو؟ دائما اللي أتكلم عليهم ناس مو بكفو، اللي أنتقدهم يعني ناس مو بكفو. أنا مثل ما أنا من 5 سنوات محترم جدا مع المحترم، وقليل أدب جدا مع قليل الأدب، متربين بالبيت وعندنا علوم رجال ونحشم رجال ونحترمهم من الله خلقنا، والردي ندعس عليه بالجزمة ونسمعه أسوأ كلام. زوج أحد الفنانات يقول أنت منسجن ويطقطق، طبعا أنا منسجن على طقطقة وقرارات وسخرية، ما انسجنت دعارة ولا مخدرات ولا انسجنت دياثة. من أهم مواصفات السعودي القبيلي وغير القبيلي غيرته على عورته وعلى شرفه. الدياثة اللي تشفشف زوجتك على الكاميرات ما سويناها، وتتريق تقول منسدح. تعرف ليش أنا منسدح؟ أنا منسدح استنى أشكال اللي حاملة بولدين، هي وأشكال اثنينهم يقومون يقومون باقي الأشياء. كثير من اللي يدخلون الجيم ويلعبون أثقال يفقدون رجولتهم، عشان كذا يتطلقون. وأنا متأكد التوأمين لو يسولون تحليل ما راح يأخذوا الجنسية السعودية، وترى زيك زي حليمة بولند تدخل الجيم وتصور. وأنا متأكد التوأمين لو يسولون تحليل ما راح يأخذوا الجنسية السعودية، وترى زيك زي حليمة بولند تدخل الجيم وتصور. في كثير مشهورات لكن ما تعرضهم، ليش؟ ما تعدوا على السعوديات ولا غلطوا على السعودية. اللي تغلط على السعودية هي وزوجها دعسهم دعس بجزمة. يمكن أنا اشتهرت أمسخر المشهورات اللي يغلطون، لكني ما تزوجتهم عشان أشتهر، ولا بست زوجتي على الكاميرا ونشرتها للمتابعين. يا قليل الأدب، طقطقتك ذي النايمة لعد تسويها معي، طقطق على الحريم ولا على أم توأمين ذي. يلا انقل يا زيك.